اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم فتحية عزت في لايف جديد محافظة القليوبية. معانا النهاردة يعني واقعة غريبة، واقعة محزنة. معانا النهاردة تحديدا في قرية كفر طحة تبع المركز شبين القناطر، شخص استعان بمجموعة من الاشخاص الخارجين عن القانون وقام بسرقة حوالي 12 قراط من محصول الرز، وبعد ما قام بسرقتها قام بالاستيلاء على قطعتين من الارض اللي كانوا مزروعين بالرز، وتبويرها وتحويلها لمخلفات، ووضع فيها بقى خردة، مراجيح، ملاهي. ده كله حصل في النهار، ده كله حصل عيني عينك قدام الناس. هدفه ان هو يجبر صاحب الارض ان هو يبيع له الارض بسعر رخيص جدا. يعني دلوقتي احنا بنتكلم معاه عن سعر الارض تقدر حوالي ب2 مليون، هو عاوز ياخدها يعني بحاجه كده زي ما بنقول برخص التراب. معانا النهارده صاحب الارض المتضرر من المشكله دي، هيحكي لنا تفاصيل الواقع. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا مواطن محمد كمال هزاع من كفر طحة، مركز شبين القناطر، محافظه القليوبيه. امتلك قطعتين ارض في حوض عثمان باطا رقم 10. قام رجل خارج عن القانون باغتصاب ارضي واغتصاب محصولها واخذ محصول الرز اللي فيها وبردمها بمخلفات الردم ومخلفات الهدد، وردم فيها حوالي 2 متر سيبتك، وقام بوضع مراجيح قديمه وصناديق عربيات قديمه ومقعد فيها البلطجيه بالسنك وكذا. وانا توجهت الى مركز شبين القناطر بتحرير محضر سيادتك، وبناشد معالي وزير الداخليه والسيد مدير امن القليوبيه بالتفضل والتكرم على مواطنينه بحمايتهم من البلطجيه والخارجين على القانون ورد الحقوق الى اصحابها، وبناشد وزير الزراعه. ارضي بارت يا فندم، ارضي كانت تجيب زرع امبارح النهارده ما بقتش تصلح للزرع بعد تبويرها ورمي المخلفات فيها سيادتك. طيب قول لنا الاول، هو الارض قطعتين الارض جنب بعض؟ لا، يعني دي في حته ودي في حته، والاثنين مزروعين بالرز. واحد بس، دي حته ودي حته، بس الاثنين مزروعين رز. واحده كانت مجهزه لزراعه محصول البرسيم، دولت قطعتين وربع، 9 قراريط كانوا مزروعين رز، اخذ محصولهم سيادتك، درسوا وخدوا. انت كنت جامع؟ انا كنت حاصد. حاصد، مستني على الدريس. هو درس وخد، خد قام 9 الصبح درس المخلفات الهدم والانشاء. طب هو الصبح، وهو لما قام على دريس الرز، طبعا انت قلت لي ان الكلام ده بيحصل الصبح، 9 الصبح هو بيدرس، ما حاولتوش تتدخلوا؟ ده ارضنا، ده مالنا. انا ولدين، ولد في هندسه، سيادتك ساكن في المدينه الجامعيه، في الجامعة الأهلية بتاعت بنها، وولد تاني في حاسبات ومعلومات بنها، في تانية حاسبات ومعلومات، والتاني في أولى جامعة هندسة. هجيب ولادي من جامعة الهندسة عشان أحطهم وسط بلطجية نضربه بالسنج. يعني هو بيدرس الرز، أيوة، كان جايب بلطجية، جايب أكتر من 20 بلطجي، وموجودين لحد سيادتك لو نزلوا دلوقتي أي حد اليوم قاعدين في الأرض دلوقتي بالسنج والسلاح وكل حاجة. بعد ما حصل، وقلت لي حوالي 12 قراط، 9 قراريط كانوا مزرعين محصول رز، وقراطين وربع دولت ماسكين الطريق العمومي، ردموهم بارتفاع الطريق يرتفع عن الارض بحوالي 2 متر وشويه، ردموهم بسوى الطريق. طيب لما جالك الخبر بقى ان في مجموعه من الاشخاص بيستولوا على الارض بتاعتك، كان تصرفك ايه وقتها؟ تصرفي رحت طلعت على مركز شبين القناطر، ما انا مش هروح اجيب، لكن ما حاولتش تدخل الارض مثلا تشوفهم انتوا بتعملوا ايه؟ وجود البلطجيه، سيادتك 20 بلطجي و20 ناس خارجه على القانون. طب هل الناس دي معروفه بعمليات اجراميه زي النوع ده، الاستيلاء على الاراضي؟ لا، يعني كانوا بيعملوا عمليات اجراميه ثانيه مثلا بالاغتصاب، بمزاوله الاعمال الخارجه عن القانون، بتجاره اسلحه، بتجاره. لكن كارض، استيلاء على الارض ووضع يد، ده ما حصلش قبل كده؟ انت اول واحد؟ أول واحد أسمعه. أنا عندي 55 سنة ما سمعتش سرقة أرض دي، أول مرة. وده مش هتبقى آخر مرة لو ما تدخلوش السادة المسؤولين وردوا الظالمين والخارجين عن القانون، لأن إحنا في دولة قانون. سيادة الرئيس بيأول قانون وبيرفع شأن المواطنين وبيحمي المواطنين، واللي بيحصل ده ما يحصلش في دولة قانون أبداً. طيب انت عملت محضر؟ ايوه يا فندم، سيادتك عامل محضر في تاريخ 9/10، رقم المحضر 87 احوال في 9/10/2023 في مركز شبين القناطر. بعد تحرير المحضر بالظبط ايه اللي حصل؟
بعد تحرير المحضر ما حصلش اي حاجه، ما حدش قام ولا اي حصل اي حاجه، الوضع على ما هو عليه. انا ماليش في الشر وماليش في الثناء، ومعروف عني وانا مواطن، انا ذكرت اسمي وسيادتك ينزلوا يسالوا، مش في محافظه القليوبيه بس عندي، يسالوا في محافظه البحيره، يسالوا في محافظه الشرقيه، يسالوا في محافظه المنصوره. انا تاجر، معايا سجل تجاري ومعايا بطاقه ضريبيه، ويسالوا محافظه الغربيه، يسالوا محافظه المنيا، يسالوا محافظه الصعيد. انا تاجر على مستوى المحافظات، انا وكيل عام لكام شركه على مستوى محافظه القليوبيه. سيادتك ليه الموضوع ده كان ضرر نفسي اكبر من المادي؟ انت كل يوم شايف ارضك. طبعا ضرر نفسي، والناس كلها بتزقني ان انا اجيب برضو بلطجيه واتخانق وكذا، وانا ما بحبش الخروج عن القانون. سيادتك بيطالبوني ان انا اروح اجيب سلاح واخد اولادي وعيلتي ونروح، يحصل اصابات وموت. انا ما ارضاش افتدي اولادي، اولادي اغلى من اي حاجه عندي. انا ما بنامش الليل، بناشد كل من هو مسؤول في البلد، كل من هو بيغير على امن وامان البلد ان يتدخل، وناشد كله، وناشد رئيس الجمهوريه من خلال سيادتك. الشخص ده من البلد عندكم وانت عارفه قبل كده؟ من البلد عندنا يا فندم، ومعروف في مركز شبين القناطر انه بلطجي وان كذا، والمركز سايبه سيادتك. طب حاليا انت بتطالب بايه دلوقتي؟ انت بتطالب بايه؟ بطالب بالعدل اللي وعدنا بيه سياده الرئيس، واللي احنا في حماه وفي ظل عهده. طب هو باور الارض الزراعيه ليه علشان يجبرك انك تبيع بسعر اقل؟ أيوة الاراضي قطعتين الارض يعملوا كام؟ هما يسوا حوالي 2 مليون، والموضوع ان انا ما ببيعش. انا طب هو في يعني كلمك او حاول يتواصل معاك انك تبيع بسعر اقل؟ هو عاوز يضغط عليا ان انا ابيعها له باي سعر بخس، وهو يقوم بقى بتبويرها وبدقه زي ما بيعمل. ودي هو بالفعل بورها خلاص، بورها بس ويقسمها لكده وبيبيعها، وديت شغلانته في البلد ومشهور ومعروف وله 100 محضر وما بيتاخدش. ويجي سيادتك انا اوريك القطعه واثنين وثلاثه بورها، والمركز والوحدات المحليه بيتقاعسوا عنه، اي حد بيقوم باي حاجه بيروحوا يهدوه الا ده. بيقوم يجيب اغنام ويجيب جمال ويستدعى كل اللي هم عندهم ويديهم فلوس ويقعدهم ويجي يزيلوا ويفضلوا معطلين لحد ويجبر اصحاب الاراضي ان هو يبيع لهم الارض لما واخدها. يعني بوظ كل المنطقه الزراعيه بالمباني والانشاءات وبالاستعانه بالبلطجه وكده. أعزائي المشاهدين، كنا معاكم من قرية كفر طحا مع وقعة سرقة يعني غريبة وبرد. كل يوم بتهديد حضرتك. تهديد بيهددكم بإيه؟ بتهديدي وبتهديد أولادي. يقول لكم إيه بقى؟ جايب ناس برضو بلطجية حرروا محاضر ضد أولادي بالضرب وبالتحرش وبالاقتصاد، عمل بكذا محضر. مساومة يعني حاجة أصلا حاجة؟ مساومة سيادة. وسبحان الله محضره يجيني أمين الشرطة، محضري ما فيش حد بيسأل فيه. يعني زي ما احنا سامعين، زي ما احنا شفنا، يعني الظلم له اسم وصوت، والعدل ما والمظلوم ملوش اي صوت. فانا مش مخلي حضرتك ان صوتي يوصل للناس اللي هي في ايديها كل حاجه. احد التجار يعني كل اللي نفسه فيه ان ارضه اللي اعتبر شقه عمره ورزق اولاده. بالنسبه لي يا فندم الارض ارض. الارض عرض. كل نفسه فيه ان الارض ترجع له تاني بعد ما تم الاستيلاء عليها ووضع يد عليها اجباري وتم تبويرها وتم وضع فيها مخلفات خرده، وكمان تم الاستيلاء على محصول الرز اللي فيها، وحاليا هو كل يوم شايف ارضه فيها بلطجيه، فيها مجموعه مش قادر انزلها، مش قادر يعني ارضه اللي هي ملكه ومش قادر يدخلها، لان الموجود فيها 20 او 25 شخص كلهم بلطجيه، كلهم قاعدين بسلاح يعني هو خايف يجي ناحيتها خوفا عليه وعلى اولاده. كل اللي نفسه فيه ان القانون يتحقق والشخص ده يتم الحكم عليه او يتم القبض عليه، يتم التحقيق معاه، ارضه وماله يرجعوا له تاني. فشكرا لحسن متابعتكم.